عليا اهي. اهلا اهلا اهلا. هلو يا روحي. هلو يا حبيبتي. دي احنا رجعنا للسرمحه تاني. وهي امتى بطلت؟ لا ما هي مش سرمحه قوي يعني. بمعنى انك انت كنت في الشغل مثلا؟ لا مش في الشغل، بس يعني كنت مع حد بيحب يقضي وقت معايا و يعني عايز اشوفكم يقضي وقت معاكم انتوا كمان. يعني ايه مش فاهمه؟ عريس يا نادية، عريس. البت تقول لك ايه اكتر من كده؟ بجد؟ ايوه. عريس؟ اه يعني بس هو للاسف الدنيا عنده ملعبكه شويه. اسمها خاصه، ظروف خاصه، وانتي متقبلاها صح يا عليا؟ ممكن تفهموني عشان قاعده كده مش فاهمه اي حاجه. افهمك انا عشان هي فاشله. هو شاب محترم، انا قابلته، شاب كويس جدا. هو بس كان متجوز ومراته ماتت الله يرحمها، ومخلف بنت وبيربيها لوحده، ودي حاجه على فكره تحسب له ويحترم، دي حاجه تزوده ما تنقصوش صح؟ أرمل وكمان عنده بنت؟ وبنته عندها كم سنة؟ 8 سنين. يا عيني. يا عيني إيه يا ماما؟ يا عينك إيه؟ ده يا عيني علينا إحنا. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ إذا كنت أنت فاكرة إن الكلام ده هوت هيعدي بالسهل، لأ ده كلام مش عادي. ما أنا عارفة إنه مش عادي يا ماما، بس يعني ده هو ظروف اتجبر عليها. يعني أنا ما قلتلكش إنه مدمن مخدرات ولا صايع مثلا ما عندوش شغل. وأنت إيه اللي يجبرك على حاجة زي كده؟ ما تنطقي. تفهمي ايه انت في الحب؟ انت يا عيله تفهمي ايه في الحب؟ ما انا مش عيله ماشي، حسن بيحبني وانا بحبه، مش عارفه بقول لكم ايه. بقول لكم ايه، انتوا الاثنين انا شايفه ان ده مش وقت كلام خالص. احنا نهدى الاول. ماما انت لازم تعرفي حاجات اكتر عن حسن وبنته، ده حقك. وانت كمان لازم تعرفي ازاي تطمنيها وتقولي لها حاجات عشان تهديها، مش دلوقتي خالص. قومي معايا يا علي. حلقيها من مين ولا من مين يا ماما؟